سيادة النائب، ايه رأيك في المقترح اللي كان الكابتن فاروق جعفر طرحه واتكلم حتى عنه ميكاليف في فكرة انه ممكن، هل ممكن المنتخب الاولمبي يشارك في كأس الرابطة حتى لو بشكل يعني مش رسمي؟ اولا طبعا يعني بتكلم انت سمعت اكيد حضرتك. الموضوع ده. يعني انا طبعا ما ينفعش ان انا اعقب على راي الكابتن فاروق جعفر، لان الكابتن فاروق جعفر ده برضو احدى القامات في كره القدم في مصر، وبالتالي هو شايف ان دي رؤيه ان يعني دعم للمنتخب الاولمبي. هو طب بيتكلم انت من ناحيه بتتكلم بدر ثروت بيه ان الدوري مضغوط او المواعيد صعب، المنتخب ياخد يعني ياخد يعمل معسكرات كتير، هو محتاج ده وشاف المنتخب محتاج ده، فقال فرصه ان في كاس الرابطه الشيء هو ده كانت فكرته يعني. خلي بال حضرتك عمل بيه الرابطه، كاس الرابطه كاس يعني بطوله وديه، يعني كاس محل. الكلام ده تمام، اذا عرض على الرابطه هيدرس تدرسوه. الكلام ده، هيدرس طبعا الكلام ده، طب ده وخاصه كويس ان جدا. اللي بيدير المسابقه الدوري ومسابقات من خلال الرابطه هو الكابتن عامر عضو اتحاد كوره، تمام فبالتالي تمام هو برضو من مصلحته ومصلحه المنتخب الاولمبي تمام طب ده واعضاء كلام الرابطه. ايجابي جدا يعني، الرابطه هنا ما عندهاش مانع انها تساهم وتشارك في تطوير المنتخب الاولمبي بس المادي. الكلام ده برضو خلي بال حضرتك، ممكن الكلام ده احنا بنتناوله كده وديا، لكن لما تيجي للواقعه الرسميه ان المدير الفني يطلب كده، انا بقول لحضرتك مش هيطلب، ولكن انا بقول لحضرتك كرابطه واعضاء ورئيس وكل الرابطه بما فيهم الكابتن عامر حسين كمشرف على المسابقات في الرابطه، لا مانع اصلا ولا هيمانع، هيدرس الكلام ده، وخاصه ان كاس الرابطه المره دي غير المره اللي فاتت كان عندنا المساحه من الوقت انك لعبت دورين ولعبت بطوله كامله، المره دي لا، خروج المغلوب يعني لها نظام تاني عشان الوقت ضيق، عشان انت هتلعب بس في فتره كاس هي العالم، خروج المغلوب من اول دور؟ يعني انت هتخش على طول على دور ال 16، يعني انت يعني هو الكابتن عامر لسه هيعلن النظام بتاع القرعه بتاعه الرابطه، لكن انا بكلم حضرتك شكل بطوله الرابطه طب في الكلام ده الموسم مهم ده، برضو. الموسم ده مختلفه عن يعني مش الموسم ثلاث اللي فات. مجموعات زي الموسم اللي لا لا فات. لا لا مش هيكون كده، لا لان ما عندكش الوقت برضه يا كابتن محمد، طبعا انت المره اللي فاتت كان عندك كاس يعني انت افريقيا. حضرتك خروج المغلوب بمعنى ان ممكن النادي من اول ماتش يخرج انا بكلم حضرتك وارد، هو الموضوع ده برضو بيدرس. يتعلق مع الكابتن عامر حسين، لسه لكن انا تدرسوه يعني. بقول لحضرتك لو عرض هذا الامر من قبل اتحاد الكوره على الرابطه، ما اعتقدش ان اي حاجه فيها مصلحه المنتخب ممكن الرابطه طب ده ترفضها، كلام بالعكس. ايجابي جدا نبني عليه، ان حضرتك بتقول اذا جالكو رسمي من اتحاد الكوره طلب زي ده مفيش مانع نقعد مع الحاج عامر حسين كراجل طبعا مشرف على المسابقات، على التنظيم مسابقه الرابطه مع مجلس الرابطه، وربما انه يتغير الشكل او النظام لاجل المنتخب الاولمبي، ايه المانع؟ محمد بيه الرابطه بكل اعضائها بالهيكل بتاعها دورها ان هي تخدم على منتخبات مصر، تمام فانا اقول لحضرتك اكتر حاجه ايجابيه في الرابطه ان عندها فعلا حرص كامل على العلاقه المحترمه مع اتحاد الكوره، لان وجهان لعمله واحده الكوره في مصر، رابطه واتحاد كوره، فبالتالي اذا عرض هذا الامر اكيد هيدرس من قبل الرابطه ومن قبل عضو اتحاد الكوره المشرف على مسابقه الرابطه، فبالتالي بقول لحضرتك لا، يعني دي حاجه لمصلحه المنتخب عمر ما حد يوقف فيها. تمام، طب ده كلام ايجابي جدا، وده احنا بننقل رد سعادتك على اتحاد الكوره، ويلا يعني يلا نقعد كلنا يعني انتوا كرابطه مع اتحاد الكوره وتشوف الصالح المنتخب ايه ان شاء ويتعمل. الله ان شاء الله طيب محمد. انا بقى هقول لك على حاجه، وانا في الامارات انت عارف انا بحط مناخيري في كل حاجه انت عارف يعني. طبعا طول عمرك طول عمرك. لا انا يعني سافرت شفت ماتش السوبر هناك، فالحقيقه التقيت باصدقاء من الامارات كتير، والحقيقه هم اشادوا جدا بالرابطه، برابطه الانديه المحترفه والفكره بتاعتها في مصر وشغلها، وان انتوا عملتوا بروتوكول مع رابطه الانديه المحترفه في الامارات، تمام واعتقد كان ما اسافر النائب احمد دياب ومتعب والكابتن عماد، يعني مجموعه من الرابطه يعني. كل الرابطه سافرت ما عدا انا. والله ليه ما سافرتش والله ليه؟ يعني كنت في العمره وظروف خاصه كده يعني، لكن كل طب الرابطه تمام، سافرت. بس انت كل عمره بتبعت لي بتدعي لي، خد بالك بتبعت لي حبيبي دعيت لك، حبيبي دعيت لك. بتبعت لي رساله تقول لي اللي انت دعيت لي، ربنا لازم يخليك طبعا. ربنا يخليك سياده النائب. بس عاوز اقول لك حاجه محمد، دي بحق ربنا ان نجاح الرابطه والشكل اللي الناس شايفاه للرابطه ده يتلخص في اربعه، دكتور احمد دياب، كابتن عماد متعب، دكتور شريف صالح، كابتن خالد رفعت، حق ربنا لان هم دول العناصر
الجديده في مجال اتحاد الكوره، عملوا هم اللي عاملين الشكل. يعني انا واللواء صفيه عن اتحاد الكوره، انتوا لكم خبرات، دي كوادر جديده المفروض، لكن هم فعلا هم صحاب البصمات الحقيقيه. طب ده ترفع منك يا سياده النائب والله. لا دي حقيقه والله، بكلم حضرتك بمنتهى الصراحه يعني. وانا اللواء صفيه حتى كان موجود في الامارات، وكابتن خالد رفعت كان موجود. ده كبير، ده كبير الرابطه. جميل. بس انا ايه اللي اقصد اقوله ايه؟ ان الناس بتقول انه هم عايزين يفعلوا البروتوكول، يعني انه ليه ما تعملش دوره بين بطل دوري هنا وبطل دوري هنا مثلا، وبطل الرابطه هنا وبطل الرابطه هنا، تتعمل سنه في مصر وسنه في الامارات. مساله البث التلفزيوني ما بقاش ليه في تعاون مشترك، لانهم عندهم طبعا الحقيقه جايبين ناس اجانب، وهم هناك البث يعني بصراحه راقي جدا متميز طبعا ومتميز جدا. المنع المصورين بتوعنا حتى هم بيقولوا كده، ان المصورين بتوعنا يروحوا هناك وياخدوا كورسات من الاجانب الموجودين او الاماراتيين الموجودين هناك. يعني هم عايزين انه البروتوكول يكون تفعيله اكتر. فانا قلت لهم هنقل الرغبه دي الحقيقه، وعجبني ان هم نفسهم بيقولوا كده، هنقل الرغبه دي للرابطه المصريه. عاوز اقول لحضرتك بمنتهى الصراحه، ملف الاعلام وملف الخاص بالبث التلفزيوني ده ماسكه الكابتن خالد رفعت، الدكتور خالد، وحاجه متميزه جدا، فهو عامل دور كبير جدا. ملف البروتوكول مع الامارات وكده بحق ربنا اللي قايم وسايق هذا الامر ومتوليه الكابتن احمد دياب والكابتن عماد متعب. وفعلا خلاص احمد دياب سيبولي بقى في مجلس الشيوخ، انا اخده على جنب. تمام. ما انا بقول لحضرتك هاخده على جنب بقى. بص وانت وانت كده كده جنبنا في ايوه معدي الطرق انجيلك بس نتقابل. واللي انت بتقوله ده محمد بيه هو فعلا محل اعتبار عندهم، وناويين يتعمل فعلا. وانا عجبني الرغبه اللي جوه الاماراتيين الحقيقه في في التعاون يعني. وزي ما قلت لحضرتك في برنامج مع حضرتك هنا، قلت لك احنا بنعمل شكل محترم لدرع الدوري، شكل محترم لكاس الرأي. يعني بص كل حاجه متميزه هم بيفكروا فيها وحريصين عليها. واللي انت بتقوله ده حضرتك وماتش ما بين مصر والامارات وكل ده مدروس، وان شاء الله هتسمع عنه قريب يعني. ان شاء الله باذن الله، ويبقى التعاون مشترك مع السعوديه ومع قطر ومع كل الدول العربيه وتونس والمغرب والجزائر وكل الدول يعني، مش عايز انسى حد ان شاء الله. احمد محمد دي ربنا انا بشكر سعادتك، شكرا جزيلا سياده النائب. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.